سمينا اذا تذكرون بالاديان القوميه، يعني اديان سومري قومي، يعني بمعنى انه يعني تابع للسومريين، البابلي، الاشوري، الكنعاني، الارامي، المصري، الهندي، الصيني الى اخره. هذه كلها اديان قوميه، يعني الدين والقوميه هما اللذان لعب دورا مهما جدا في تاسيس تلك الحضارات، وايضا هم اصحاب يعني هذه المعتقدات الدينيه. حتى نصنفها هذه الأديان القديمة نقول أنها تصنف إلى قسمين أساسيين. أديان المتوسط تمتاز بشيء اسمه تعدد الآلهة، اللي هي آلهة الشرق الأدنى، جنوب وشرق المتوسط رافدينية وشامية ومصرية وشمال أفريقيا وإيران والأناضول والقوقاز والعرب واليمن، كلهم موجودين مع تعدد الآلهة، كلهم عندهم تعدد آلهة. وشمال المتوسط اللي هو اليونان وروما في واوروبا البربري بربريان يوروبز، هذه كانت ايضا تعتقد بآلهه متعدده. اذا هناك صفه مهمه، يعني الشرق الادنى مع اوروبا كلهم بوليثيزم، تعدد الآلهه. اما الشرق الاقصى الذي هو الصين والهند فيمتاز بشيء اخر اللي هو وحده الوجود، بانثيزم، ليس بتعدد. نعم فيه بعض خصوصا الهند بعض تعدد، لكن الفكره الرئيسيه التي تسيطر عليهم دينيا هي البانثيزم، هي وحده الوجود، ان الوجود كله حي وكله يعني الله هو الطبيعه، الله هو الطبيعه. وبالتالي حتى لو تعددت هو هذه مظاهر بسيطه من مظاهر الله الخالق، لان الطبيعه هي واحده. هذا هو الفرق بين الشرق الأدنى والشرق الأقصى معها أوروبا طبعا. في الهند على سبيل المثال خلينا نستقصي ما هو الشرق الأقصى. في الهند هناك دين الحكمة وتعدد الآلهة والتصوف بالإضافة إلى تعدد وحدة الوجود. الصين بالمناسبة وحدة الوجود أفضل تجلي له في الدين الإسلامي على سبيل المثال هو التصوف، لأن التصوف هو غصن من أغصان عبادة أو نزعة وحدة الوجود عند التدين. في الصين دين الحكمة وتعاليم دنيوية ودين شعبي وديانة الترك، لأن الترك هم صينيين في الحقيقة، صينيين ليسوا في الصين، هم خارج الصين، يعني خارج دولة، يعني عفوا بلاد الصين. فالترك هم تابعين عقيدة، يعني نسلا وعقيدة تابعين إلى الصين، جنس أصفر. ثم أمريكا الوسطى والقديمة اللي هي المايا والأستك والإنكا والمكسيك فيها تعدد آلهة، ولكن نلمح فيها طبيعة هي طبيعة وحدة الوجود أكثر مما هي، لأنه لما فحصنا عقائدهم نشوف أكو شيء من الين واليانغ اللي هو حركة الأديان في الصين بشكل خاص. الآن على السريع شوي راح أعبر كل واحد دقيقة واحدة أو حتى أقل. أديان العراق القديم، هناك الدين السومري وهو أول دين مكتمل، ثم الدين الأكدي، ثم الدين الأموري والدين البابلي، وهي يشوفونها إله إنكي مشهور هو إله الماء والذي خلق الإنسان وإلى آخره، إله إنليل، هاي صورة لإله شمش أيضا، إله أكدي هذا الدين القومي الأكدي، وهذا التحت اللي هو إله أمورو إله الأموريين. الدين البابلي ترون مردوخ الشهير جدا الذي يركب على حيوانه الخرافي الذي اسمه المشخوش. ثم نذهب إلى أدد الأسفل اللي هو الدين الآرامي، وهو دين ناضج لحدد وعشتار وبعل. ثم أيضا هذا الدين الآشوري اللي هو إله آشور الملون، إله آشور اللي هو قرص الشمس مع أجنحة، له ايضا صفات خاصه به، يعني كلها اديان قوميه كانت قد ظهرت في وادي الرافدين. اديان الشام القديم اول دين واول مجموعه حضاريه كبيره ومهمه هي ابلا الشهيره جدا التي اكتشفت في القرن العشرين على يد مجموعه اثاريه نشطه جدا، وكان الههم مميز جدا وهو اله داجون، اله الحقول واله البقول تحديدا، اله البقول يعني هو.
الدين الكنعاني الذي دائما الكنعاني الفينيقي، الكنعانيين كانوا يسمون بالعصر البرونزي، بالعصر الحديدي يسمون فينيقيين، يعني حتى هم شعب واحد لكن في البرونزي يسمون كنعانيين، وفي العصر الحديدي يسمون فينيقيين. كانوا يعبدون إيل اللي هو الله القصي البعيد، وبعل هو الله القريب، يعني البعل هو السيد القريب، يعني في السماوات الخفيضة الذي كان هو يمثل البرق والرعد والمطر وإلى آخره. الدين الآرامي هو بعل حدد، تميز قليلا الآرامي، أخذوا البعل نفسه هو الحقيقة البعل الفينيقي والكنعاني، لكن اهتموا بصفة البعل حدد، حدد هو إله البرق القديم أيضا. الدين المصري هناك نمطين من الديانة المصرية، ديانة الخصب الشعبية اللي هي الأوزوريس وإيزيس وحورس مثلثة، وديانة الشمس الرسمية اللي كانوا الفراعنة يتبنوها، يعني الملوك اللي هو رع وآمون وآتون، اللي له رع هو الذي ساد، ثم آمون رع بعد ذلك، وآتون اللي هو اهتم به الأخناتون وقال بأنه الإله الواحد للكون، وكانت أول نزعة توحيدية معروفة. أديان شمال أفريقيا اللي أسميها دائما بالدين الموري، مور، أو الاسم الحديث هو الدين الأمازيغي، هذه كانت تهتم بإله بعل حامون والإله تانيت في شمال أفريقيا كديانة للموريين أو البربر أو الأمازيغ. هذا اسم واحد، حقيقة هم شعب واحد، لكن طبعا ليست هناك وحدة سياسية مثل الكنعانيين، شعب واحد لكن هم دويلات مدن، ليست هناك وحدة سياسية بيناتهم. أيضا شمال أفريقيا مور، الموريين شعب واحد لكن ليست هناك وحدة سياسية جمعتهم عبر التاريخ. ديانات إيران القديمة، الدين الأول في إيران على الأقل في الخريطة الحالية لإيران، خلينا نقول عليها، لأن هو الدين العيلامي اللي هو كما ترون يعني نفس تعدد الآلهة، والحقيقة جدا متأثر الديانة العيلامية بالديانة السومرية والأكادية بشكل كبير إلى حد غير طبيعي، ودائما حقيقة المقارنة بيناتهم معروفة. ثم الديانة الفارسية التي أتت مع الآريين، الفرس هم آريين، والذين أتوا معهم شكلوا الدين الفارسي اللي يسمى حصرا ديانة الزرادشتية، ديانة شهيرة جدا لنبي معروف عندهم اللي هو زرادشت. والحقيقة أن أهمية زرادش والزرادشتية كبيرة جدا في تاريخ الأديان، لأنها أول مرة تعلن فكرة التوحيد اللي هو أيضا إله الخير مضاد لإله الشر. هنا هي الثلمة البسيطة في ديانة يعني عدم اكتمال التوحيد، بداية التوحيد أنه اعتبروا أهريمان، أهورا مزدا هو إله الخير والضوء وكل الأشياء الجيدة، وأهريمان اللي هو إله الشر والشيطان، يهزم هو دائما أهريمان يهزم في النتيجة وينتصر أهورا مزدا، ولكن هو ليس توحيد خالص كما هو في الأديان التوحيدية المعروفة. المهم أن الديانة الزرادشتية نشأت عند الفرس. أما الديانة المثرائية التي يقودها الإله مثرى الذي ترون صورته وهو يذبح الثور، هذه الديانة التي نافست المسيحية وكادت تنتصر عليها وانتشرت في روما على وجه التحديد، هذه الديانة كانت ديانة ميدية اللي هي منطقة شمال إيران وليس وسط وجنوب إيران اللي هم الفرس مسيطرين عليها. ثم الديانة الثالثة هي الديانة اليزدانية، أيضا نشأت من كل هذا المزيج والخليط ديانة اسمها الديانة اليزدانية، وهي أصل الديانة الإيزيدية التي تسمعون فيها، لكنها نشأت في إيران بالبداية، تسمى يزدانية. الإيزيدية أو اليزيدية في العراق وغير العراق ديانة متأخرة قياسا للديانة اليزدانية الأصل، لأن يزدان في الفارسية معناه الله، الله هو الرب، وتفرعت عنها اليزدانية. تلاحظون هذه ميزتها، هذه الشمس أو الشعاع ذات 21 شعاع، كانوا يؤمنون بثلاثة في سبعة، يعني عندهم معتقدات خاصة بهذا الموضوع. ثم الديانة المزدكية وهي فرع من الديانة المانوية الممتزجة ببعض العقائد الأخرى اللي هو ماخذ هذا الشكل،
وهي والديانة المانوية. أنا حقيقة أختلف مع كثيرين يقول الديانة المانوية نشأت في وادي الرافدين وليس في بلاد فارس، وكلها على الإطلاق كل تراثها مكتوب باللغة السريانية وليس باللغة الفارسية. أديان الأناضول، آسيا الصغرى، آسيا الصغرى لن تكون بلادا للأتراك على الإطلاق، كانت بلادا للحيثيين والأرمن والقوقاز وحتى الإغريق، هذه هي الشعوب القديمة التي سكنت تركيا أو يعني الأتراك وصلوا إلى آسيا الصغرى اللي هي تركيا الآن، وصلوها عام 1006 كجنود مقاتلين من السلاجقة باتجاه الروم، لم تكن بلادا على الإطلاق، لم تكن بلادا للعنصر التركي، ترك كانوا تابعين للصين حقيقة كمزاج أو كخلطة، أما هم ليسوا في هذا المكان، هذه الأرض كانت للحاتيين والحيثيين والأرمن والقوقاز وشيء من الإغريق أيضا على جهاتها الغربية، فأنتجت هذه الأرض هذه الأديان، الديانة الحاتية اللي ترون شكلها أيضا، والديانة الحيثية هذا الشكل، والديانة الأرمنية شكل على اليمين، والديانة القوقازية هذه آلهتهم القديمة الموجودة. طبعا بصراحة أقول لكم كل ديانة يراد لها محاضرة بذاتها لأن معقدة وفيها تفاصيل وأساطير وطقوس وإلى آخره، لكن طبعا أنا في صدد عرض التاريخ الشامل للأديان بأكملها. ثم ديانة العرب واليمن، وأنا أفرق بين العرب واليمن دائما، وأقول أن الديانة اليمانية ديانة خاصة جدا، وهي الحقيقة لها تراث خاص جدا. العرب كانوا يتعبدون مجموعة من الآلهة مثل منات والعزة واللات، أما اليمانيون كانوا يتعبدون آلهة أخرى مثل المقا ومثل مجموعة كبيرة من الآلهة لا سبيل الآن حقيقة اللي فوق موجودة أيضا لها علاقة، وحتى منطقة الخليج بالمناسبة كان الأنباط هم الذين يسيطرون عليها، وبقايا الشعوب الرافدينية التي عندما أزيلت حضارتهم كانوا موجودين مثل دلمون وأم النار ومجان، هاي ثلاث حضارات كانت موجودة في الخليج، ليست بالمعنى الدقيق عربية، كانت نبطية على آرامية على رافدينية. بعدين احنا قضية الإسلام عندما سيطر على المنطقة هذا موضوع ثاني يجب الحذر به والتشريح الدقيق له، يعني يجب أن نكون حذرين، يعني لا نتبع الهوى الأدب العام للروايات التي تخلط كل شيء، لا هذا حقيقة حذر العلماء يسمى، يعني شوي لابد أن نتأنى ونستعمل الآثار كلغة حقيقية حاسمة للأمور، أما هاي اللغة الحماسية صعبة جدا لا وجود لها عند أي عالم حقيقي يعني. وهكذا نجد أن أديان الشرق الأقصى على سبيل المثال التي تؤمن بوحدة الوجود، وحتى هي أمريكا الوسطى جزء من هذه الأديان الشرق الأقصى، كما ترون تسمى بالأديان الدارمية دارما، لأن الدارما عند الهنود معناه الدين، مثل ما إحنا نسمي الدين، وهي كلمة أكدية بالمناسبة. أنا في أول صفحة تقلبوها في علم الأديان كتابي أصل كلمة دين، الدين كلمة أكدية، مع دين معناها القاضي الديان، احنا بعدين نقول القاضي يعني المحكمة، وهي ميزة المدينة هو الذي، فهذه الدين الحقيقة هي ترجمة لكلمة سومرية اللي هي أورو، أورو المدينة، فعندما ترجموا الأكديين كلمة أورو اللي هي المدينة وهي الدين معناها أيضا الدين عند السومريين، الدين اسمه أورو. الأكديين عندما ترجموا، والأكديين قريبين منا كعرب يعني نفهم معهم هاي اللغة، قالوا دين حرفيا دال يا نون، مع الأسف ناس ينسبوها إلى، لا الدين كلمة أكدية حصرية، يعني قصدي سامية، هذه الكلمة تعني القاضي أو القضاة، وهو فكرة بسيطة جدا أن الدين هو الذي يعني يقضي في الأخير، الديان الذي هو يقول أن هذا إلى الجنة وهذا إلى النار، هذا مشرك وهذا مؤمن إلى آخره، هي الفكرة بسيطة. وحتى كلمة مدينة لاحظوا معايا شوي صفنوا عليها زين، مدينة فيها كلمة دين، مدينة دين فيها هاي اللمسة، يعني لمسة العلاقة بين التدين أو الدين وهناك أيضا
الديانات الدارمية اللي موجودة في الهند هي الديانة الفيدية اللي هي ديانة الكتب المقدسة الأربعة، الفيدا، كتب الفيدا، وظهرت بعد ذلك البراهمية اللي هي تنويع وحقيقة محاولة التخلص من شبكة الخرافات المليء بها الفيدا، ومحاولة التصوف والاتصال بالخالق عن طريق البراهمية. البراهمية ديانة أصفى من الفيدية، ديانة معقدة ومركبة جدا وغارقة في القدم. البراهمية هي شوي أكثر اعتدالا وأكثر حذفا للتفاصيل، واهتمامها دائما بالاتصال بالخالق. ثم كل هذا نسميه احنا فيما بعد تبلورت الديانة الهندوسية، وهي ديانة عظيمة جدا، انسيكلوبيديا جبارة، يختصرها البعض بأنها ديانة بقر، ديانة جرذان، أي بهذا الكلام يعني غير لائق بإنسان محترم. هذه ديانة لا تصدق في تركيبها، شيء عجيب من العقائد والأديان، وظلت إلى اليوم بالمناسبة ديانة قائمة إلى يومنا هذا. جتها المسيحية من جهة، وجاه الإسلام من جهة، وجتها البوذية من جهة، ولكنها انحنت قليلا للجرح ثم استمرت إلى اليوم حتى جتها الحداثة، ما محتها. هي ديانة عظيمة وفيها أشياء من أجمل ما يكون وأعظم ما يكون. أسوأ ما بها شيء معروف لنا جميعا، وهو تقسيم الطبقات اللي إلى اليوم لم نتمكن، أو حتى الهنود لم يتمكنوا من إزالته باعتباره شيء مقدس بالنسبة له. هذا التقسيم الرديء جدا للطبقات الاجتماعية، ووصف الطبقة الأخيرة بأنهم غير بشر، السودرة يسموهم، طبقة المنبوذين. هذه طبعا سوءة من سوءات هذه الديانة، كلنا نقف في نقدها الدائم. ثم هناك البوذية والجاينية، وهي قد تستغربون إذا قلت لكم أن البوذية والجاينية هي ديانات، ليست ديانات بالمعنى، هي الإلحاد، هي ملحدة بمعنى لا تعترف بوجود خالق على الإطلاق. بماذا تركز البوذية والجاينية؟ تركز على الروح وليس على الميتافيزيقي، يعني ما العلاقة بالآلهة، هي تركز على روح الإنسان نفسه، بس الروح. بوذا سئل قالوا له هل الله موجود أول؟ قال أنا لا يعني الله موجود أول، أنا تهمني سعادة الروح، سعادة روحية للإنسان. فهم يركزون على الجانب الروحي للإنسان حصرا، ولذلك كل طقوسهم وتعاليمهم هي لرفع القوة الروحية للإنسان لكي تصل إلى أعلاها. أما الميتافيزيقية لا يذكروها على الإطلاق. هذه هي ثورة البوذية ضد الهندوسية، ثورة عظيمة جدا جديدة على المزاج البشري أصلا. يعني المزاج البشري تعلم على وجود خالق وأديان، شبكة كاملة من الآلهة أو التوحيد. هم البوذيين لا يقولون لا، الروح هي الأهم، نحن في صدد روح الإنسان ولسنا في صدد روح العالم اللي هو الله. وهذه حقيقة هم والجاينية. طبعا البوذية شاعت أكثر لأنها أقل تزمتا من الجاينية. الجاينية شيء مرعب، يعني كهنتها يمشون عراة في الهند يخافون أن يقتلون البكتيريا، يعني لهالدرجة عندهم رعب من أنهم يعني قد يمسون أي شيء حي ويؤذونه، وهذا طبعا سبب لها مشاكل كثيرة. وإلى حد ما تقلصت الجاينية وانتصرت البوذية، ومع ذلك البوذية رحلت من الهند إلى الصين، راحت إلى المدار الصيني وأصبحت في المدار الصيني هي الأساس. لكن في الهند الآن البوذيين قلة، وهذا أيضا شيء يثير الاستغراب. كوريا واليابان، ها؟ كوريا واليابان أي، يعني أنا أسميه المدار، مدار هندي ومدار صيني، يعني شعوب صينية وشعوب هندية. ثم نذهب عفوا قبل أن أنتهي، أقول أديان الشرق الأقصى اللي هي وحدة الوجود في أمريكا، طبعا أيضا صنفناها على أنها. لماذا صنفت أديان المايا والأستك وأمريكا القديمة، لماذا صنفت على أنها وحدة وجود قريبة من الصين؟ لماذا؟ لأن الصينيون هم الذين ذهبوا إلى أمريكا. إحنا لو تشوفون الخريطة، الصين بأراضيها الشاسعة تتصل بأمريكا، وهناك جسر بسيط للعبور كان، فيعبرون الشعوب هذه عبرت إلى أمريكا قبل كولومبوس
بحوالي بحدود 8000 سنة قبل الميلاد هم عبروا وأسسوا تقاليدا صينية إلى حد ما. هم خليط بين الصين والهند ولهذا سموا بعضهم الهنود الحمر وغيرها. هم عبروا من المكان الآخر. طبعا هناك ناس يقولوا لا هناك أوروبي عبروا، هذا كل كلام غير صحيح على الإطلاق. هم فعلا يشكلون الغالبية، أما إذا كانت قد عبرت شعوب أخرى فقد انصهرت ضمن هذا المدار الكبير. نأخذ ديانات الصين القديم، تعتمد على مبدأ معروف وبسيط جدا كلكم تعرفوا، ممكن نضع في قلائدنا في معاصمنا، اللي هو اليان واليانغ، الأنثى والذكر. اليان هي الأنثى واليانغ هو الذكر، ويتبعها صفات يعني المرأة هي النيجاتيف والرجل هي البوزيتيف، ثم الأكتيف والضوء الظلام والضوء، كل المتضادات مقسومة وفق عند الصينيين عبر الين. ولكن الشيء العبقري في هذا الشكل هو أن في الين يانغ دائرة، يعني في اللون الأبيض هناك دائرة سوداء وفي اللون الأسود هناك دائرة بيضاء، بمعنى أنه يعني أنت وهذه طبعا يعني هذه فائدة عظيمة إلها. لماذا؟ لأنه حتى يونغ، يعني يونغ وهو واحد من أعظم المفكرين الحقيقة والعلماء النفس في هذا العصر، عندما طرح نظريته الشهيرة جدا أن الرجل يحتوي في داخله امرأة والمرأة في داخلها رجل، وهذا الكلام لا تصورنا كلام يعني بسيط، هذا كلام مختبري حقيقة، وأن الرجل كل ما يتقدم بالعمر حجم المرأة يزداد عنده في داخله، والمرأة يزداد على حجم الرجل، ويعيش الإنسان في صراع. سماه في كتاب عظيم جدا له وفي موضوع شهير جدا له اسمه الميد ايج كرايسيس، أزمة منتصف العمر، وعالج به وقال أن أفضل حل هو الاسترخاء وعدم التزمت، أنك لا تطرد فكرة أن الأنثى تحتك كرجل، لا تطردها، استرخي قليلا واعتمد على النصوص الدينية. بالمناسبة يونغ عنده شوية منها، هي التي ستحلك المشكلة، لكن استرخي أنت، لا تتوتر، لا تعتبرها وهكذا. هاي قضية أنا عالجتها عفوا شرحتها في كتاب علم الأديان، كتاب موفر شرحتها بالتفصيل الممل، يعني فكرة المرأة التي في داخل الرجل اللي هي الأنيمة، والرجل الذي في داخل المرأة اللي هو الأنيموس، واعتمد وهذا الحقيقة لا أكثر بعد، يعني مبدأ التفكيك أنا ذاك اليوم اكتشفت، وأنا أريد أن أستخدم مبدأ الديكونستراكشن تفكيك عند جاك دريد المفكر العظيم، اكتشفت يا أصدقاء أنه هذا المبدأ معتمد على اليوم واليوم، يقول أن لا يوجد ظاهرة مطلقة وخالصة، لابد فيها مضادها، وهذا المضاد هو الذي سيعمل على تحطيمها، هو هذا المضاد، هي هذه فكرة التفكيك، هذا الجعجعة اللي حاولت تلخصها مشهد اليوم واليانك، ترى أن أي فكرة خالصة، يعني يقول مثلا الاستقامة، يقول لا وجود للاستقامة، لابد في شيء منحرف في الاستقامة، هذا هو اللي يشتغل مع الزمن، هو هذا الهامش هو الذي يشتغل فيحول الإنسان، وهكذا بقية الأشياء الحقيقة.